أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان. أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان. قراءة القرآن أمن من الليل ومن سخاوة ومن مكر المعين. ربي عبد يقرؤ القرآن وللجنان لا يرى سمعنا. إن التلاوة الكتاب ملك وهو لمن يقي النجاة فلك. وجوه قاره الكتاب نادرا يوم الجزاء للجميل نازلا. رب الذي يتلو الكتاب رب من يدوم ذا سعادة مع الأمل. بركة القرآن فاق سنة قارئه يفوز حيث هنى. بركة الكتاب تحمي القارئ مما من البلاء تكون طارئا. كنز الكتاب ليس يفنى أبدا. إلى جواري يرصد الليل يسوقه لخيله درب المعين. لقارئ الكتاب عند المنزل في السر والعلن خير النزل. إلى الجنان دون ريب للكتاب يقود من لازمه بلا عتاب. كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب. رب الذي يبلوك يا قرآن رب البدل يهبط الأقران. من بك لا ثقاب الشيطان وسره الموت هو الأرضان. من بك لا ثقاب الشيطان